اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في برنامجكم اولادي جننوني. النهارده هنتكلم عن الرحمه، عن العنايه، عن الرقه، عن كل المشاعر الجميله. هنتكلم عن الجنه مصداقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، او فيما معناه الجنه تحت اقدام الامهات. هنتكلم عن الامومه، هنتكلم عن منزله الامه عند الابناء. في أسئلة وكلام كتير 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 هنعرفه مع حضراتكم من ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، وخبير التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية الأسرية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. هنبدأ بحضرتك بتعريف الأم والأمومة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بادئ ذي بدء أقدم أطيب الأمنيات القلبية لكل أم بمناسبة عيد الأم، مناسبة يعني فرصة جيدة النهاردة بيواكب عيد كل الأمهات، ويمكن كمان بيواكب عيد الأم المصرية وعيد الأم العالمي. فكل العالم بيحتفي بهذه الأيام بأمنا. الحقيقة الأم كمفهوم لغوي هو أساس الشيء، أصل الشيء الذي يتضمن مجموعة من الفروع يتفرم. بالضبط كده. لكن لو جينا قلنا تعريفنا بقى الاصطلاحي لمفهوم الأمومة، فهو الحقيقة في مفهوم الكامل اللي هو العلاقة البيولوجية النفسية بين الأم وأبنائها، والعلاقة دي اللي بتتضمن الرعاية والاهتمام والعناية. يعني الأصل هي الأم وليس الأب؟ الحقيقة الاتنين بيكملوا بعض، ولكن الأم لها مكانة ومنزلة كبيرة جدا، وده يعني في حديث الأديان قال لنا كده، حديث التاريخ والحضارة قال لنا كده. على قد أهمية الأب والأم، وما فيش غنى لأي مجتمع من الأسرة ككيان وكمؤسسة اجتماعية في المجتمع، ولكن منزلة الأم ومكانتها لها قدرها ولا عظمها. طيب يا دكتور، أنا عايز أعرف من حضرتك، يعني انا عارف ان معنى الامومه قد يختلف من شخص لاخر. تمام. هناك من يرى ان الام هي تعني الحياه. طبعا. وهناك من يرى ان الام لها وظيفه وتنتهي بانتهاء انه يكبر ويبقى ليه اسره. الحقيقه في الواقع الام هي الحب، هي الامان، هي العطاء، هي الخير، هي مربية الأجيال وصانعة الرجال. ولكن لو جينا نتكلم على الأم، فهو احنا عندنا يعني معنيين للأمومة، في الأمومة الغريزية وفي الحب الأموي. الأمومة الغريزية ودي بتبقى في الجينات، ودي علاقة لا يضاهيها أي علاقة أخرى، ودي زي ما احنا يعني السمت الغالب في مجتمعنا اللي هي الأم التي تنجب وتربي أبنائها، فدي بيبقى هنا العلاقة البيولوجية، والعلاقة النفسية بيكتملوا في آن واحد. ولكن في هناك نمط آخر من العلاقة بين اللي هي علاقة الأمومة، ودي علاقة بنسميها الحب الأموي، اللي هو قد يكون هناك أم تربي ولكنها مش مرتبط بالإنجاب، مش مرتبط يعني بالإنجاب. الأمومة قد لا أو مشاعر الأمومة قد لا يرتبط بالإنجاب. لا، مش شرط أن تشعر المرأة بأمومتها أنها تكون أنجبت هذا الطفل. ده صحيح. طيب أستاذي الفاضل، يعني أنا أجلت الكلمة اللي هقولها دلوقتي، كنت محتار أقولها أول حلقة ولا أقولها قبل ما أسأل حضرتك السؤال.
يعني أنا بقول لكل أم مصرية، يعجز القلم ويجف الحلق ويعجز اللسان عن الوفاء بفضلك وجميلك، وبنحني تحت قدميك وأقول لك كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. عايز أعرف يا دكتور، على فكرة المعاني والكلمات بتتزحم على لساني، فبصراحة يعني عايزة تطلع كلها مرة واحدة، والمشاعر برضو. هل إحساس الأمومة بالنسبة للإنسان ينتهي بفترة معينة، ولا أنا بحس إن أنا ابن طول العمر؟ وإيه الفرق لما يجي دكتور مثلا، ولا زميل، ولا أخ، ولا صديق يقول لك أنت ما اتفطمتش بعد؟ اتفضل. هو حضرتك يعني في مضمون الحديث أشرت لشيء مهم جدا، أن الأمومة ليس لها وقت ولا تنتهي أبدا. ويمكن إحنا ممكن نلاحظ ده، إن عندما نتقدم في العمر أي مشكلة بتقابل الإنسان أيا كان عمره، هناك علاقات في محيط الأسرة، الزوجة، الأبناء، الأخوات، الأخوة، ولكن أي هم أو أي خطر أو أي مشكلة بيتعرض لها الإنسان على طول بيلجأ لأمه، ما يلجأش لزوجته، ما يلجأش لابنه، ما يلجأش لأخته، ولكن إذا كانت أمه موجودة على قيد الحياة أيا كان سنها فهو بيلجأها على طول. ويمكن حضرتك أي واحد فينا يحب يجرب كده، لو بيتكلم أمه عن بعد، عن طريق وسيلة صوتية، لو هو صوته فيه شجن أو صوته متغير عن الوضع الطبيعي، الوحيدة اللي ممكن تستشعر ده وتسأله على طول هي الأم. الأم عندها ميزان حساس جدا ناحية ما يلم بابنها أيا كان سنه، حتى لو كان عمره متقدم. فالأمومة لها قواعد مختلفة، لها موازين مختلفة، وليس لها وقت تنتهي عنده. طيب معانا سؤال للسادة المشاهدين، عايزين نعرف الأمومة بتمثل ايه لكل واحد فيكم. أتمنى الإجابة والتواصل على الأرقام الموجودة على الشاشة قدامكم. دكتور، يحضرني من كلام حضرتك مشهد علقمة رضي الله عنه. علقمة كان صحابيا وكان دائم الصلاة وكثير الإنفاق على المساكين والفقراء، وعندما حضرته الوفاة عجز عن الشهادة، فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عدم قدرة علقمة على نطقه بالشهادة، لما الصحابة قالوا له يا رسول الله أن علقمة لا يستطيع أن ينطق بالشهادة، فسأل بحس النبي عليه الصلاة والسلام وما أوتي من علم أن علقمة قد قصر مع أمه، فسألها هل علقمة يؤتيك حقك؟ فقالت له علقمة بيصوم ويصلي كتير وبيعطف على كل فقير، لكنه يفضل امرأته ويصدق امرأته ويكذبني، يعني بيفضل زوجته عن أمه. عايزين نعرف يا دكتور، احنا قلنا الأمومة، طب الأمومة بقى نقلب الصورة وتبقى عند الأبناء، ايه وضع الأم؟ وخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى وصى الإنسان بوالديه، وصى ولكن لم يوصي الوالدين بالابن، لأن الحب غريزة لدى الوالدين للابن لأنهم جزء منه. فعايزين نعرف بقى الصورة بقى مقلوبة، الأمومة عند الأبناء هل هي ايه العوامل اللي بتأثر عليها؟ وطبعا زي ما حضرتك تفضلت، يعني في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه، يعني حديث مباشر وأمر مباشر من الله عز وجل بأن أنت في توصية من الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن. يعني قد إيه الأم والوالدين كانوا لهم فضل عليك عظيم. وفي حديث قدسي كمان موجه لبني آدم مضمونه بيقول ان انت خلقناك وخلقنا
والديك بالمحبة يعني، وانت ليس لك حول ولا قوة ومش هتعطيهم اي شيء هيعود عليهم، ومع ذلك ربنا خلق ليك رزقك وحبك ورعايتك بالرغم من ان في مرحلة الحمل في صعوبة الوالدين بيتحملوها، خاصة الام في مرحلة الوضع، في مرحلة المهد، في كل مراحل حياة الانسان الى ان ينضج فيها مشقة ومتاعب، ومع ذلك ربنا زرع لدى الاباء وخاصة الام، عشان احنا يعني حضرتك عارف قد ايه الام اكثر حد ممكن يتحمل عناء تربية الأبناء وخاصة في مرحلة التنشئة الأولى، فربنا قد إيه زرع وخلق هذا الحب لهذا الطفل، فده يخلي كلنا بنحمل الحب المستديم للآباء. كمان كان في أحد الصحابة بيحمل أمه في الكعبة وهي مريضة، فكان بيستشعر من المحيطين أن أنا كده بكرم والدي أهو أما كبروا في السن، فقيل له يعني انت بتكرمهم فعلا، ولكن قد يكون داخلك ان انت بتكرمهم وانت يعني متحمل تعب وتنتظر موت هذا الاب او هذه الام، ولكن انت امك في مرحله مهدك تحملتك وهي تتمنى ان انت تحيا وتعيش. مكانه بقى الابناء عند طيب هستاذنك قبل ما نشوف المكانه، معانا فاصل وبعد كده هنشوف تقرير عن مكانة الأبناء عند مكانة الأم عند الأبناء ونشوف حضرتك يا دكتور. نطلع فاصل. اتفضل. وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه، اولادي جننوني مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت تقولوا لي اعمل ايه. يوسف بتحب ماما قد ايه؟ يا دوب تفهمنا. قد ايه قول لي كده. يعني كتير قوي. كتير قد ايه؟ قد البحر؟ ايوه قد البحر. وانت بتحب ماما قد ايه؟ قد البحر. طيب انت تقول لي ماما ايه بقى في عيد الام؟ تقول لها ايه؟ والله كل سنه انت طيبه يا ماما. وانت الله يخليك طيبه يا ماما. هتجيب لها هديه يا يوسف؟ انترناشونال. لا هديه ايه بقى قول. فجاه هكذا قررت الانتقال. لسه ما فكرتش؟ مش هتجمع انت ومحمد وتجيبوا هديه؟ فين الحصاله بتاعتك؟ وفقها الله. نحن صديقاتك. هتطلعوها بقى عشان تجيبوا الهديه؟ لكن اولادك ان تكفي من نقل الكلام يهدوه. هتقدمها لها امتى؟ وانت يا معين الام تتكلم ايه دي؟ افلامك كرتون. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه، اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه. رجعنا لكم تاني ونستكمل حديثنا الشيق مع الاستاذ الدكتور عماد عبد السلام حول كنت سالت حضرتك يا دكتور قبل الفاصل ان احنا عايزين نعرف مكانة الأم عند الأبناء زي ما كانوا بيقولوا الأطفال. هو الحقيقة احنا ممكن نوجز بقى مكانة الأم عند الأبناء في إن هي العطاء بلا مقابل، هي الحياة، هي الأمان. الطفل أي طفل وأي ابن في مستوى مراحله العمرية المختلفة لا يشعر بالأمان إلا في وجود أمه. جميلة يا دكتور، الشعور بالأمان. الشعور بالأمان يعني الأمومة طبعا، العطف والرعاية يعني والأمان. الأمان طب يا دكتور إيه اللي بيخلي هناك ابن عاق لأمه بيصل حد العقوق إلى قتل هذه الأم؟ إيه السبب؟ خلينا أقول لحضرتك إن لكل قاعدة شواذ، ونقول إن السمة الغالبة 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 هو علاقة التعلق القوية جدا بين الأم والأبناء، ولكن يعني قليل جدا أو نسبة نادرة من العلاقات اللي ممكن تطلع فيها جزء من العلاقة غير السوية بين الأبناء والآباء، ودي يعني فيها عوامل كتير. قد يكون جزء منها يعني المجتمع المحيط ساهم في تغيير سلوكيات او يعني ترسيخ سلوكيات غير سويه لدى الابناء.
قد يكون هناك أوضاع اقتصادية أثرت على أسلوب التنشئة، قد يكون هناك بعض الآباء ليس لديهم الوعي ولا المهارة الكافية في تنشئة أبنائهم فيسهموا بشكل أو بآخر في ترسيخ. يعني حب وتعلق الأبناء بالوالدين يتأثر بأساليب التنشئة، جزء منه بيتأثر طبعا يعني في الطفل هو مرآة لأعمالنا والطفل هو مرآة للمجتمع، فإحنا كثيرا ممكن نلوم على تصرفات وسلوكات طفل أو ابن وهو بيتعامل معنا وإحنا السبب لأن إحنا غرسنا فيه مثل هذه السلوكيات ومثل هذه القيم، بيتكلم معنا بصوت معين، ما بنلاقي علاقة الحب فيها شائبة لأننا هو فقد مني أو ما شافش مني الأمان اللازم والدفء اللازم فابتدى يفقده، شاف أن العلاقة بينه كأب أو كأم هي علاقة مادية، أنت بتوفر لي إمكانات لكن أنا مش عايش معاك، مش بشوف الحب معاك، ما بتاخدنيش في حضنك، ما شوفش أن أنت بتقبلني، ما بحسش بعنايتك ليه، على طول مسافر، على طول بعيد عني على طول. ودي رسالة للأمهات اللي بتعمل يعني أو اللي عندها ظروف معينة بتخليها تبعد عن أبنائها وخاصة في المراحل الأولى لفترات طويلة، نقول لها خلي بالك خلي بالك خلي بالك، وتعويض الحب والحنان يعني نحذر من هو يكون ان احنا نعوضه بمادة او بوسيلة اخرى لان ده عمره ما هيعوض حنان الام ولا حبها. يعني افهم من كلام حضرتك يا دكتور ان حب الام والاب للابناء حب غريزي فطري يفطر عليه الانسان. طبعا طبعا أكيد. ولكن حب الابناء للوالدين حب مكتسب من خلال الاساليب التنشئه الوالديه. حضرتك يا دكتور قلت لي قبل واحنا بس انا اكد على حضرتك ماشي بعد اذن حضرتك ان برضه هو حب الابناء هو حب غريزي وفي الجينات وينمى من خلال الاساليب التنشئه. حضرتك يا دكتور قلت لي معلش عشان الوقت داهمنا وكنت عايز اعرف ازاي ننمي الحب، لكن حضرتك قلته لي قبل الحلقه بتقول لي كان في تجربه علماء النفس عملوها فجابوا قردين يمثلوا الأم وقرد مبطن بسفنج بقماش أو مكس بقماش عبارة عن سلك أو حديد ووضعوا يعني اللي هو مصدر الغذاء للاتنين وشافوا يعني إيه العلاقة هتبقى بين القرود وبين المصدر ده، فوجدوا إن القرود تميل أكثر للشكل اللي هو مكس بالقماش ونفروا من الشكل او الهيكل اللي هو حضرتك قلت لي ان الاتزان الانفعالي للطفل اللي اتربى للقرد اللي اتربى لام تبدو بيها الحنان طلع اكتر. وحضرتك كنت قلت ان انت عايز تقول نصيحه اللي هي ان انت الام لما تيجي تردع تضم ابنها لصدرها لانها دوت التواصل بدايه التواصل بتردعه حنان وحب قبل ما يكون غذاء. طيب نختم بنصيحة لتنمية مشاعر الود في 30 ثانية يا دكتور. لازم نقبل أبنائنا، لازم نحتضنهم، لازم نقضي معهم أطول فترة ممكنة، لازم نسمعهم، لازم نحترمهم، لازم نوجه لهم دايما مشاعر التقدير والاهتمام والتشجيع. شكرا. وفي النهاية الأم هي مفتاح الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واعمل ما شئت فقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. ربنا يا رب يخلي كل أم ويبارك فيها ويمتعها بكل صحة وسعادة. وفي الختام أحلى سلام. طيب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل الطيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة. أولادي جنوني وأنا مش عارف أعمل إيه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل بإيه. أولادي جنوني وأنا مش عارف أعمل إيه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي أعمل إيه.